مشاهدينا الكرام، سوف ننقل لكم البث المباشر لمباراة نادي الصفاقسي التونسي وضيف شباب قسنطينة الجزائري في قمة المباريات الجولة الأولى من كأس الكونفدرالية الإفريقية. لكن قبل مشاهدة المباراة لا تنسوا الضغط لايك لهذا الفيديو والاشتراك بالقناة، فهذا يسعدنا كثيرا وشكرا لكم. سوف تقام هذه المباراة على أرضية ملعب أستاد أولمبي الحمادي العقبي براديس تتم الساعة 5 مساء بتوقيت تونس والجزائر. سوف تنقل مباراة اليوم عبر قناة بين سبورت 2، تجدون البث المباشر لمباراة اليوم في صندوق الوصف. عند انطلاق المباراة نتمنى لكم استقبال فرجة ممتعة، لا تنسوا الضغط لايك لهذا الفيديو والاشتراك بالقناة، ونتمنى الحظ الموفق للفريقين.